اهلا وسهلا بحضراتكم. رجعنا كده نوريكم بقى الحاجه بتاعتنا، هي خلصت، هنبدا نطلعها البيتزا مع الطلاشه بوريه، واحنا بنسرفزها لحضراتكم نتكلم عنها. ادي الفيكاتشا بتاعتنا. طبعا احنا بنبقى ما بين الاياتم الايطالي بيبقى كلها ايه مرتبطه، الناس كلها بتبقى عندها فكره ان هي ايه بيتزا. ادي الطلاشة بتاعتنا، هنبدأ نسرفز الطلاشة بتاعتنا موجودة اهيت. طبعا زي ما قلت لحضراتكم انا طلعت لكم حاجة بسيطة للعرض، يعني اوريكم الحاجة بتاعتنا عاملة ازاي. ادي التوريقة بتاعتها، هنبدأ نجيب السكينة بتاعتنا نضيفة اهي. ادي سامعين صوت العجينة؟ هجيلكم كده اهو قدام الكاميرا. ادي التوريقه بتاعتها من جوه، ادي اهي دليل على ان عجينتنا كويسه. ادي القرمشه بتاعتها اللي اتعملت قدامكم في 3 دقايق، نفس القصه الحشوات اللي جوه اللي كانت بالجبنه او بالزيتون دي، ممكن اشغلها زي ما قلت لكم قبل كده اهوت، اعمل جواها لحمه مفرومه، اعمل جواها تونه انشوجه، اي حاجه انا عايز اعملها بنفس الشكل هتبقى حلوه، وممكن تتقدم مع اي اكله فيها مشويات مثلا او حاجه، بتبقى جنبها حاجه زي كده بدل ما باكل عيش، لا انا باخد مندي وايه اكمل الحاجه بتاعتي. نفس القصه برضو الفيكاتشا بتاعتي اهو، ممكن اخليها عايز اقطعها مربعات اهي مثلا، ها اهي ادي مربعات، عايز اقطعها مثلثات اهي حضراتكم، ادي مثلثات كده اهو بنفس الطريقه اللي هي محافظالي على نص الحاجه اهي، راجع التاني زي ما هي، يعني دي مثلثات القطع بتاعتها تبقى محطوطه كده اهوت. طبعا حاجتنا اديكم شايفينها قدامكم، ما عملناش اي حاجه، ادي الحاجه ديت. ممكن انا اروح جاي واخد حاجه ايه من هنا اهو من غير حاجه خالص، اشوف العجينه بتاعتي ما فيش اي حاجه. المهم ان شاء الله تكون حلقتنا عجبتكم، والى اللقاء في حلقه جايه مع الشيف خالد.